السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا إلى رئيس الجلسة المحترم وجماعة الحكام سادتي والسيدتي الكرام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقوم أمامكم هنا لألقي إليكم كلاما عربيا تحت الموضوع حول المدرسة. أيها المستمعون الكرام، المدرسة هي مؤسسة نظامية اجتماعية التربوية أنشأتها الحكومة أو المجتمع للدراسية، وفي المدرسة أماكن معينة ومنها الإدارة والفصول والمطعم وغيرها. مثلا الإدارة يمين القاعة. وفي هذا اليوم أريد أن أتكلم عن أربعة منها فقط. أولا الإدارة. هيا هيا إلى الإدارة، فيها المدير للمدرسة. هيا هيا إلى الإدارة لإجراء العمليات الرسمية. يعمل مدير المدرسة في الإدارة وهو القائد التربوي لتحقيق الأهداف التربوية، ويعمل في الإدارة أيضا مساعد المدير والكاتب لمساعدة المدير. إن الإدارة تلعب دورا هاما في نجاح المدرسة، لأنها تجمع العملية التي تقوم بها هيئة المدرسة بقصد تهيئة الجو الصالح الحاضر والحاضرة. ثانيا الفصل. كرين، هيا نتجه إلى الفصل. الفصل هي مكان خاص لتعليم وتعلم في المدرسة، وهناك كثير من الفصول في المدرسة من السنة الأولى إلى السنة السادسة. مثلا أتعلم في الفصل الخميس أبو بكر، وفي فترة المرسومة بتقييد الحركة بسبب مرض كوفيد-19 درسنا في المنازل والبيوت. الآن الحمد لله نستطيع أن ندرس في الفصل مع الأساتذة المحبوبة، ونتعلم بالجد واجتهاد، لأن قال الحكماء: من جد وجد ومن زرع حصد. قال الله تعالى في سورة المجادلة آية 11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. الحمد لله وشكر لله. إن الفصل مهم للدراسة. الحمد لله وشكر لله. أحب الدراسة في المدرسة. المشاهد والمشاهدة. ثالثا الملعب. الملعب المدرسة هي ساحة اللعب والرياضة. نتعلم التربية الجسمانية ونمارس الرياضة في الملعب. الرياضة، سبحان الله، ماذا تحب أن تلعب يا صديقي؟ أنا أحب سباق الجري. وفي اليوم الرياضي المدرسي نشترك في سباق الجري في الملعب. أحمر أحمر أحمر، أخضر أخضر أخضر.
الأريك أخضر. الحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه المسلم. إذا الملعب مهم للرياضة في المدرسة، كما قول الحكماء: الأكل السليم في الجسم السليم. المستمعون الأعزاء، رابعاً المكتبة. نحن الآن في المكتبة. ممنوع الكلام، ممنوع الأرض، ممنوع الشو. المكتبة هي مكان لمجموعة من الكتب وغيرها. هل تحب القراءة يا صديقي؟ ولماذا تحب القراءة؟ نعم، للقراءة فوائد كثيرة، ومنها: أولاً، الحصول على العلم والمعرفة. ثانياً، تحسين المفردة اللغوية. ثالثاً، تعزيز مهارات التفكير. وهناك برامج نيلم، نادي علمو أمل المبتع، لتشجيع القراءة بين الطلبة. فعلينا أن نقرأ الكتاب. القراءة أساس النجاة. المستمعون الكرام، وخلاصة قولي: إن في المدرسة كثير من الأماكن المخصوصة للدراسة، ومنها الإدارة والفصل والملعب والمكتبة وغيرها. فعلينا أن نتعلم بجد وجهد في المدرسة، كما قول الحكماء: طلب العلم من المهد